السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم. هاد النهار عندنا حويجات جداد، واحد الشكيلات موديلات جدادين مزيونين، غادي يعجبوكم. هاد السريول ها هو ديال الجين، كما كتشوفوا عنده الجويبات في الجناب، وموديل ديال البنات اللي كيبغيو هاد الموديلات. موديلات زوينين وجدادين، ثم كما كتشوفوا الجيم ديالهم إلاستيك، وجيم لونه بارد ماشي ديك المشعشع مغلوق، لوين مزيون. هاد الظهر ديالو كيفاش كيفاش داير انتوما، عندي هاد المونطو، هذا الشكل عاوتاني جديد، هاد الشكل راه ما دايرش. انتو كتشوفوا الجهة مصوفة مشعرة من هنايا، سخون فوق البرد، راه ما غاديش تحسوا بالبرد نهائيا. الا تلبس راه ما غاديش تحسوا بالبرد. عنده دو فاس، هذا الفاس هذا هكذا في هاد الخطيطات، هاد الشكيل. والفاس الثاني هو هذا، ها الفاس الاول، ها الفاس الثاني. جويبات من هنا وجويبات عاوتاني من هنا، شدي جويبات من هنا، كميمات كما كتشوفوا، القب بالفرور، ديك الشي ما تعبر، راه مزيون. وشي حاجه ديال تركيا ماشي ديال هنايا، اصلي عنقيقيه وموديلات جدادين، ديك الشي في المستوى يا سلام. عندي هاد القبوط، قبط عاوتاني هذا ديال العيالات اللي كيبغيو يلبسوه، حويجات متسعين مرحين، هو متسع. هاد الشكيلات هكذا، عنده هاد العقيق في الجناب، راه ما مفتوحش، عنده الفتيحة مشدودة بسطيفات. هاد الجويبات كيفاش مطرزين، هاد لي زاستراس عنده لاصقين مزيان، ما غاديش يزولو. الكميمات هكذا جاي على شكل كاب متسع، في اللبسه كيجي مرح. الكميم الاخر، العنق ديالو كيجي ضاير، الظهر ديالو كيجي مرح واسع. كاينين عيالات اللي كيبغيو الحويجات هكذا مرحين متسعين، الانسان كيمشي مرتاح. هاد لي زاستراس راه ما كيزولش لاصق، خدمه نقيقيه ماشي شي حاجه اللي مدبزاها ولا. عندي هاد الكيطمه، هاد الاورنج كتجي في اللبسه غزاله، هاد الشكل هكذا. الكميمات عندها هاد الصيفات، كميمات هكذا دايرين، وفي اللبسه كتجي اي فازي، كتجي مزيونه في اللبسه. عندها القب، الظهر ديالها كيفاش داير، هذا السروال ديالها، عنده رجيلات بلاستيك من هنا، والتوب ديالو نازل مزيون. الظهر عاوتاني ديالو، وراه فيه جميع لي طاي، كاع لي طايات كلهم كاينين. وعندي هاد كاب، هذا شي حاجة كلاس اللي كيعجبو الكلاس. هو في اللبسه ديالو كيجي ايفازي من هنا، جاي ايفازي، ومن الفوق جاي مجموع، كيجي في اللبسه كيحمق. عنده هاد الصديفات هكذا، الكول ديالو شوفتي كيفاش داير، الكول كيجي عاوتاني كيحمق. كميمات، كميمات ديالو عاوتاني مجموعين،
كيتيريو، راه شي حاجه كتحمق. هاد السلعه راه ما دايراش هنا، ما كايناش نهائيا. هاد الشيء عاد دخل جديد، وشي حاجه في المستوى صراحه. الانسان الا عطى فلوسه غيعطيها في شي حاجه اللي غادي تستاهل. وديك الصوفه ديالو راه بحال الحرير، الصوفه ديالو نازله رطبه بحال الحرير. شو كيفاش داير، غزال غزال في اللبسه، راه كيجي كيحمق غزال. هذا راه الانسان ما غاديش يلقى شي حاجه محسن منه، غزال جاي كيحمق. كاين عاوتاني هاد الشكيل هذا ديال البنيتات، جويكطات ديال العويطقات، كيجيو قصارين في اللبسه، كيتلبسوا مع الجين. الكميمات ديالهم الثوب ديالهم رطيطب ونازل مزيون، راه ما كيحببش. صبنوا وردوا الثوب، ما تخافوش منه، شي حاجه لي كاليتي. هاد السلعه اللي كنوريكم راه كلها ديال تركيا، ما عنديش شي حاجه ديال هنا. الصديفات كتحل، الراقيات ها كتحل وتشد، وراه فيهم لي طايات ديال الكبار والصغار، وفيهم اللوان. انا عندي هنا ثلاثه ديال اللوان، وراه اللوان كاينين موجودين، كاع اللوان كلهم كاينين. كيجيو مزيونين مزيونين، كيجيو واحد اللبسه كتجي فيهم غزاله. البنيتات اللي كيبغيو هاد الستيل هذا راه كيجيو كيحمقوا في اللبسه، كيجيو مع الجين زوينين بزاف. هذا الشكل هذا هو راه يتماشى مع هاد الكحل، مع هاد السروال ديال الجين. هذا ديال الجين غادي يمشي معاه. شو هاد الشكل كيفاش داير، عاوتاني غزال. عندو جويبات في الجناب، هاد الكحل غادي يمشي مع هاد الاورنج بارد، يجي معاه مزيون في اللبسه. السروال هو عاوتاني الظهر ديالو من اللور كيفاش جاي، والقياسات كاينين، كاع القياسات كلهم كاينين. هاد جويكطا عاوتاني هاد جوردن، هذا جوردن. هادي التوب ديالها يا سلام غزال، وحد التوب فيها بحال الحرير، تويب مزيون وكيتيري. ما تخافوش من هادي توساع ولا، راها ملي كتصبن كتجمع، ملي كتلبسيها عاوتاني كتيري، راها ماركه مزيونه. هاد اللوين فيها غزال، هذا طرهرق هكذا كتحل. كيجيو زعما هاد اللوينات راهم معروفو يناسقوهم، جاو اللوينات مزيونين. دابا غادي ندوزو للبيجامات. عندنا هاد الموديل في البينوار، هذا 3 بياس، هاد الشكيل ديالو ثوبو مزيون بحال الحرير طبا. هاد الكميمات هاد الشكيل هكذا، هذا القب، القبيب ديالو، هذا الدخلاني ديالو راه مشعر. شو الشعير ديالو كيفاش داير بحال كانيش، ومن هنا نازل رطب، الشعر فيه رطيطب. شو شو من هنا، هذا السروال ديالو، وهذا راه عرفتو التوب ديالو كيحمق. هاد الموبرا غزاله، السروال الموبرا شي توب غزال. هذا السروال، هذا الكبوط ديالو،
عاوتاني شي حاجة ما كايناش هاد الزويوقات كميمات هذا العنيق راه داك الشيء مزيون. هاد الشيء هذا غزال والسلعه شفتوها قليله. حنا راه كنخدموا سير كوموند واللي بغى شي حاجه كنجيبوها له حيت مازال ما عندناش المحل. واللي بغى شي حويجه مرحبا به. حنا ما كنكثروش بزاف. ندوزو لهاد الشكيل عاوتاني في البيجاما. هادي بسروالها حتى هي موبرا السروال ديالها كيفاش داير. هاد لاستيك هادو الجويبات من هنا. هادي الفوقاني ديالها عاوتاني واحد الموبرا راها ما دايراش. غزاله 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 الموبرا ديالها سخيخه ومزيونه. هاد الشكل ها نوريهم العنق هاد العنيق ها هو. والثوب اش غادي نقول لكم الثوب ديالها مزيون بزاف. الموبرا ديالها غزاله سخيخه ديال البرد. هانتوما الشكل ديالها كتجي في اللبسه جايه مستوره مستوره طويله و ايفازي كتجي في اللبسه مزيونه. ندوزو لهاد الشكل هذا عاوتاني في البيجاما الطويله. هذا عاوتاني واحد الشكل جديد حتى هو. هذا السدير هكذا دايز هاد الطريزات من هنا وهاد الطريزات عاوتاني في الصدر هكذا. الكميمات بلاستيك من هنا كيتجبدوا على قبل الوضوء اللي كيبغيو يتوضاو كتجيهم سهله. مستوره الانسان الا مشى لشي بليصه ولا يلبسها جايه مستوره وجايه يعني شي حاجه نقيقيه ومزيونه ماشي شي حاجه اللي غادي تحشم. جايه بيجيما روميه ماشي شي حاجه اللي هاد الظهر ديالها من اللور. جايه على شكل كسوه كتلبس طويله. هذا اللون الاول راه فيها القياسات وفيها اللوانات كلهم. هذه الثانيه في البلو هاد اللوين عاود جاي غزال. شوف كيفاش داير السدير ديالها هالكميمات وهاد الطريزات خلاص راهم دايزين كيجيو في السدير. هادو عاوتاني التحتي ديالها طريزات جايين مزيونين رويميين والشكل غزال. هاد الظهر ديالها يكون الانسان غادي لشي بليصه ولا يلبسها راه مستوره ومحترمه. هذه عاوتاني كتلبس من التحت مع الجلابه كبوط راه كيتيري. الثوب ديالو مزيون راه ما كيشربوش ماشي من ديك الماركه اللي كتوسع ولا كتشرب كتلبسيها كطلع. هاد الشكل مزيون هاد العام عاوتاني عاد بان هاد الشكل. هذا السريويل ديالو ها هو. كيجي مع الجلبات ولا ما كنيدره ولا مهم في البرد ولا تلبسيهم. دابا ملي تبغي تخرج الانسان هكا لشي بلايصه ولا يلبسو تحت الجلابه كيجيو خفيفين وفيهم حتى هما اللوانات فيهم القياسات. ايوا ولا بغيتو شي حاجه دوزو دخلوا عندي الانستغرام واني كنلوح في ستوريات ديال الانستغرام ولا والواتساب ومرحبا بكم عندنا. دابا غادي ندوزو للبيجامات. عندنا هاد الموديل في البينوار هذا 3 بياس. هاد الشكل ديالو ثوبو مزيون بحال الحرير طباق. هاد الكميمات هاد الشكل هكذا. هذا القب القبيب ديالو. هذا الدخلاني ديالو راه مشعر. شو الشعير ديالو كيفاش داير بحال كانيش.
ومن هنا نازل رطب، شعر فيه رطيطب. شو شو من هنا هذا السروال ديالو، وهذا راه عرفتو التوب ديالو كيحمق كيحمق. هاد الموبرا غزالة، السروال الموبرا شي توب غزال. هذا السروال، هذا الكبوط ديالو عاوتاني شي حاجة ما كايناش. هاد الزويوقات كميمات، هذا العنيق راه داكشي مزيون. هادشي هذا غزال. والسلعه شفتوها قليله، حنا راه كنخدمو سير كوموند، واللي بغى شي حاجه كنجيبوها له حيت مازال ما عندناش المحل. واللي بغى شي حويجه مرحبا به، حنا ما كنكثروش بزاف. ندوزو لهاد الشكيل عاوتاني في البيجاما، هادي بسروالها حتى هي، حتى هي موبرا السروال ديالها كيفاش داير. هاد لاستيك، هادو الجويبات من هنا. هادي الفوقاني ديالها عاوتاني واحد الموبرا، راها ما دايراش، غزاله غزاله غزاله. الموبرا ديالها سخيخنه ومزيونه. هاد الشكيلها نوريهم العنق، هاد العنيق ها هو. والثوب اش غادي نقول لكم، الثوب ديالها مزيون بزاف. الموبرا ديالها غزاله سخيخنه ديال البرد. هانتوما الشكل ديالها كتجي في اللبسه جايه مستوره مستوره طويله وايفازي، كتجي في اللبسه مزيونه. ندوزو لهاد الشكل هذا عاوتاني في البيجاما الطويله، هذا عاوتاني واحد الشكل جديد حتى هو. هذا السدير هكذا دايز هاد الطريزات من هنا، وهاد الطريزات عاوتاني في الصدر هكذا. الكميمات، كميمات بلاستيك من هنا كيتجبدوا على قبل الوضوء، اللي كيبغيو يتوضاو كتجيو مساهله مستوره. الانسان الا مشى لشي بليصه ولا يلبسها جايه مستوره، وجايه جايه يعني شي حاجه نقيقيه ومزيونه، ماشي شي حاجه اللي غادي تحشم. جايه بيجيما روميه، ماشي شي حاجه اللي هاد الظهر ديالها من اللور، جايه على شكل كسوه كتلبس طويله. هذا اللون الاول، راه فيها القياسات وفيها اللوانات كلهم. هذه الثانيه في البلو، هاد اللوين عاود جاي غزال. شو كيفاش داير السدير ديالها، هالكميمات وهاد الطريزات خلاص راهم دايزين كيجيو في السدير. هادو عاوتاني التحتي ديالها، الطريزات جايين مزيونين رويميين والشكيل غزال. هاد الظهر ديالها، يكون الانسان غادي لشي بليصه ولا يلبسها راها مستوره ومحترمه. هادي عاوتاني كتلبس من التحت مع الجلابه كبوط، راه كيتيري التوب ديالو مزيون، راه ما كيشربوش. ماشي من ديك الماركه اللي كتوسع ولا كتشرب كتلبسيها كطلع. هاد الشكيل مزيون، هاد العام عاوتاني عاد بان هاد الشكل. هذا السريويل ديالو ها هو، كيجي مع الجلبات ولا ما كنيدرا ولا مهم في البرد، ولا تلبسيهم دابا ملي تبغي تخرج الانسان هكا لشي بلايصه ولا يلبسو تحت الجلابه، كيجيو خفيفين وفيهم حتى هما اللوانات، فيهم القياسات. ايوا ولا بغيتو شي حاجه دوزو دخلوا عندي الانستغرام، واني كنلوح في ستوريات ديال الانستغرام ولا والواتساب. ومرحبا بكم عندنا.